السلام عليكم طلبة مودرن أكاديمي، مادة الحفاظ الحضري والبيئي. معاكم دكتورة دعاء عبد اللطيف. هناخد النهاردة المحاضرة الثامنة. احنا كنا أخدنا في المحاضرة اللي فاتت المنظمات الدولية المهتمة بالحفاظ على التراث. أخدنا عدد من المنظمات، أخدنا معلومات، يعني أهم المعلومات عنها في أبسط صورة ليها. المرة دي نفس الفكرة، زي ما أخدنا منظمات دولية للحفاظ على التراث، هناخد مجموعة من المنظمات العربية المهتمة بالحفاظ على التراث. لازم برضو زي ما قلنا إن كل منظمة نعرف اختصارها بالإنجليش، إيه اسمها بالعربي، أهدافها، أنشطتها، على حسب كل منظمة هنستعرض معاكم المعلومات عنها. هي ديت اللي هنبدأ نعرفها كويس ونعرف كل منظمة بتتميز بإيه. أول منظمة هنتكلم عنها هي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. المنظمة اسمها زي منظمة اليونسكو. اليونسكو كانت UNESCO، هنا ALESCO. التانية كانت United Nations Educational Scientific Cultural Organization، هنا الألاسكو Arab League Educational Scientific Cultural Organization. فهي نفس فكرة منظمة اليونسكو لكن تركيزها على الدول العربية. طيب ايه هي نشاطات المنظمة؟ هي المنظمة مبدئيا اتعملت سنة 1970، هي احد المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية، وهي من انشط المنظمات اللي بتهتم بفكرة نشر المعرفة عن التراث، نشر ثقافة الحفاظ على المباني التراثية او المناطق التراثية جوه الوطن العربي. فزي ما احنا بنقول التربية والثقافة والعلوم، فهي بتركز على نشر الوعي والثقافة والتعريف بالمباني التراثية جوه الوطن العربي. وبالظبط اهو بنقول هي بتقوم بنفس النشاطات منظمة اليونسكو لكن في الوطن العربي. تنظيم لقاءات بين الأثريين العرب، يبدأوا يبقى في حوارات ما بينهم، متابعة أهم الأعمال اللي بيقوموا بيها، مشاركة التجارب، كل مجموعة الأثريين في البلاد بتاعتهم شغالين على مشروعات يبدأوا يعرضوا تجاربهم، زي ملتقى ثقافي ما بين الأثريين. ممكن يبقى فيه تنظيم بعثات لأثريين من دولة عربية لدولة عربية أخرى، يبدأوا يشتغلوا مع مجموعة أثريين في الدولة الفلانية في المشروع الفلاني، مشروع الحفاظ أو أيا كان نوع المشروع الأثري. نفس الفكرة برضو، بيبدأ يبقى فيه تحت رعاية المنظمة لقاءات بين وزراء الثقافة في مختلف دول الوطن العربي، بيبدأوا يشوفوا إزاي يبدأوا ينشروا ثقافة التراث او الافكار الثقافية بوجه عام. يعني هي مش بس مختصة بالجزء التراثي، زي ما قلنا هي للتربية والثقافة والعلوم. اهدافها ايه؟ بتبدأ تعمل جمعيات بين الدول العربية عشان كل جمعية تبدأ تنقذ، يكون هدفها العمل على انقاذ التراث الموجود في البلد دي. زي ما قلنا من اهم اسباب المشاكل اللي بتقابلها المناطق التراثية الاهمال وعدم الوعي، وان الناس مش حاسه بقيمه ده، والدوله نفسها ممكن ما تكونش حاسه بقيمه ده، وبالتالي ما بتوفرلوش المبالغ المطلوبه. فبيبقى الحل ايه؟ احنا هنوجد جمعيات تبدا تشوف ايه الاماكن التراثيه اللي موجوده، ايه اكثرها المعرض للتلف والتدهور، ايه اللي ليه اولويه ان نبدا نشتغل عليه. توجه الدوله تبدا تعمل اعلانات بقى او توعية ثقافية على السوشيال ميديا او على الميديا بقى نفسها، يبدأوا يبقى فيه يا جماعة ده فيه الاثر الفلاني، ده فيه المشاكل الفلانية، يبدأ يبقى فيه نوع من انواع الصحوة الخاصة بالتراث الموجود في البلد الفلاني. مين بقى اللي هيتولى ده؟ هي بتبقى جمعيات تابعة لمنظمة الاليسكو. تاني حاجة، توجيه وتحسين الرأي العام العربي نحو الحفاظ على المدينة كمرآة للحضارة الإسلامية. فنشتغل على التراث نفسه
ومتخصصين اللي بيبدأوا يكونوا جمعيات ويشتغلوا على التراث، وبنشتغل على الوعي العام للشعب بقى نفسه اللي بيبدأ يتعامل مع الآثار دي. عدد أعضاء المنظمة 22 دولة، هنلاقي إن فيها زي ما احنا شايفين بقى في فلسطين، مصر، السعودية، المغرب، لبنان، أغلب الدول العربية هنلاقيها مشتركة في منظمة الألاسكو. طيب نيجي المنظمة التانية، اسمها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. الاختصار بتاعها بيتجمع في كلمة إسيسكو، المنظمة الإسلامية، هما هتلاقوهم شبه بعض، الألاسكو والإسيسكو هو الفرق أول حرفين بس، فده ممكن يسهل علينا معرفة الاسم. يعني دي كانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، هنا المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، اسمها إسيسكو، Islamic Educational and Scientific and Cultural Organization. فهنلاقي بس الفرق في أول كلمة. تمام، هي برضو أحد المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية كهيئة معنية بالحفاظ على الثقافة العربية. هي مهتمة أكتر بالجزء التراث الإسلامي، هنلاقي حتى من الشعار حتى بتاعها هتلاقي الهلال الإسلامي وفي النص الكعبة، ومن اسمها Islamic Organization، فهي منظمة اهتمامها أكتر بالحفاظ على الثقافة العربية والذات الإسلامية. فأهدافها بسيطة، أو احنا قايلينها بصورة بسيطة جدا، دعم الثقافة الإسلامية، الحفاظ على الهوية الإسلامية، وقصة الهوية دي قصة كبيرة جدا. الهوية بتتمثل في الثقافة، تتمثل في العادات والتقاليد، تتمثل في اللبس، طريقة اللبس، بتتمثل في الأخلاقيات، طريقة التعامل، ده كله بيبدأ ينعكس على التصميم. فالهوية دي شاملة كل حاجة، شاملة هي الجذور، هي المحرك للإنسان، هو دي الهوية بتاعته، بتبدأ تنعكس صورها زي ما قلنا في تصرفاته، في شكله ومظهره ولبسه، بتنعكس في المحيط العمراني بتاعه، سواء على من أول البيت بتاعه لحد التجمع العمراني بشكل عام. فالهوية الإسلامية هي من الأول ليها الشكل المميز بتاعها، وليها الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي منعكس قوي على كل حاجة في البيوت الإسلامية. لو دايما بتتعرف على طول البيت الإسلامي في المشربية، في الشبابيك العالية، في الفرق بين الحرام لك والسلام لك، في ده كله هوية بدأت انعكست على العمارة. فإزاي إحنا نحافظ على الهوية الإسلامية ودي مش هيتغير، فإزاي الناس تبدأ تحافظ على دينها وتبدأ تحافظ على الحاجات المطلوبة في دينها، ما تبدأش ننجرف ونتأمرك أو ناخد الاتجاه الغربي ونبدأ نبعد عن هويتنا وثقافتنا. فده أحد أهداف المنظمة، يبقى إحنا حافظنا على الهوية اللي هي أساسها الأشخاص، وبنحافظ على المعالم اللي هو النتاج للهوية دي، النتاج المعماري الملموس اللي ناتج عن الهوية الإسلامية، اللي هي معالم الحضارة الإسلامية، سواء في صورة بيوت إسلامية، مساجد، أسبلة، مباني بقى بأشكال مختلفة زي ما احنا عارفين هي نتجت الكتاب، السبيل والكتاب بدأ لتعليم الناس القرآن، المسجد بقى عندنا المسجد الجامع، وعندنا مثلا اللي هي مجموعة على بعضها بتبقى مستشفى ومسجد وسبيل وكتاب، كل الحاجات دي بتبدأ المنظمة تحافظ عليها. فهي بتحافظ على الثقافة، تحافظ على الهوية، تحافظ على المعالم الحضارة الإسلامية. بتبدأ تعمل ده ازاي؟ يعني الأهداف دي بتعمل إيه عشان تتحقق؟ بتبدأ تعمل كتب، وتاخد الكتب دي وتطبعها وتنشرها، بيبقى برضو ممكن في بعض الفعاليات أو الندوات أو الدورات للتوعية. إحنا هنكتفي بأهم النشاط ليها، هو طبع ونشر كتب تهتم بالثقافة والتراث في العالم الإسلامي.
عدد أعضاء المنظمة 51 دولة، قد تكون اختلف الرقم حاليا يعني، بس لحد 2004 كان العدد 51 دولة. زي ما احنا شايفين مثلا دي دورة معمول مؤتمر للإيسيسكو، الدول الأعضاء المشتركين في الإيسيسكو. ده المؤتمر العام بيبدأ كل زي ما احنا شايفين هنا، تلاقي السوداني وهتلاقي المغربي وهتلاقي كل واحد زي ما احنا شايفين حتى من لبسه نقدر نقرأ هو مين وبلده ايه. تلاقي السعودي، هتلاقي الليبي، هتلاقي كله يعني. هتبصوا كده تلاقوا ان احنا عندنا تجمع للكتير من دول العالم الإسلامي. فده الفكرة منها، ان ميبقاش كل دولة مع نفسها، كل دولة عمالة تصارع وتحارب عشان تنشر الثقافة او توعي الناس او ان هي تحافظ على التراث بتاعها. لا، الاتحاد بيبقى قوة، فيبدأ يبقى فيه اتحاد ما بين الدول دي كلها لمتابعة اعمالهم واهداف المنظمة وعمل انشطة. المنظمة الثالثة، ودي بقى مشهورة جدا وكلنا عارفينها، اللي هي مؤسسة الأغا خان. طبعا كلنا سمعنا عن جامعة حديقة الأزهر، وازاي ان منظمة الأغا خان كان ليها دور كبير في إنشائها. فتعالوا نتعرف عليها. هي حديثة يعني، هي معمولة سنة 92. اختصارها الحلو فيه ان هو مميز، AKDN، أغا خان ديفلوبمنت نتورك. هي مؤسسة غير حكومية بتشتغل في أكتر من 35 دولة، فيها 3 برامج تطويرية للدول العربية والإسلامية. بتشتغل على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعني ممكن تدي دعم، ممكن تبدأ تعمل خدمات اجتماعية، ممكن تبدأ تعمل دورات ووسائل التوعية المختلفة لنشر الثقافة. بتبدأ تنفذ المجالات الثقافية من خلال برنامج مؤسسة الأغا خان للثقافة. طبعا زي ما أقول لكم على طول، أو ما نسمع الأغا خان هنلاقي إن كلنا سمعنا عنها قبل كده وكلنا أخدنا فكرة عنها. أهدافها إيه؟ الترميم المتكامل وإعادة الاستخدام والتنمية الاجتماعية في المراكز التاريخية. يبقى بتبدأ تعمل ترميم للمراكز التاريخية في المدن، بتعمل إعادة استخدام للمراكز التاريخية للمدن، وبتعمل تنمية اجتماعية للناس اللي عايشين في المراكز الاجتماعية في المدن. تعالوا لمؤسسة الدرب الأحمر. دي كانت من أشهر مشروعات التطوير اللي عملتها مؤسسة الأغا خان، والكتيب بتاعها موجود على النت تقدروا تحملوه. هتشوفوا كمية المساجد والمنشآت الإسلامية اللي اشتغلوا عليها، برامج تدريب وتوعية. أنا كنت عملت قبل كده بحث كامل عن الموضوع ده، وهتلاقوا، هو مش محتاج بحث، انتوا هتلاقوا الكتيب كامل موجود على النت، بيعرض دور مؤسسة الأغا خان ازاي اشتغلت على منطقة الدرب الأحمر، ازاي بدأت تعمل وسائل تنمية اجتماعية وتوجد أشغال مثلا، أو توفير فرص عمل، ازاي بدأت تعمل تدريب للأشخاص الموجودين. يعني اللي يدخل بس كده يحمل المشروع ده، ده من أشهر مشروعات الأغا خان في مصر، ونقدر بسهولة نتعرف عليه. انا ممكن اوريلكم الكتيب ده. زي ما احنا شايفين كده، ده الكتيب الخاص ب مشروع متنزه الازهر في القاهرة، وصيانة وترميم الدرب الاحمر اللي هي حديقة الازهر وترميم الدرب الاحمر. هنيجي نلاقي تحت مين المصدر الكتاب ده، مؤسسة الاغا خان للثقافة. هنيجي بقى نبدأ نقلب فيه، هنلاقي ان احنا عندنا بدأوا يعملوا حصر للمباني اللي موجودة. ده المكان بتاع حديقة الأزهر، ازاي بدأوا يعدوه ويساووا الأرض وأوجدوا المساحة الشاسعة دي من الأرض. بيتكلموا طبعا عن المشروع، وبيتكلموا الأرض دي كانت ايه، كانت أرض مهملة، وبدأوا يظهروا أهمية المكان، مش ازاي بدأوا يشتغلوا عليه، مراحل الشغل على المشروع، وبعد كده خطوات من إنشاء حديقة الأزهر والرسومات التصميمية بتاعتها.
تمام، واللاندسكيب اللي استخدموه وهكذا، كل دي الرسومات. طبعا مفيش حد تقريبا مننا ما راحش حديقة الأزهر، خصوصا انتوا في سنة خمسة يعني اكيد عدت عليكم في سنة من السنين رحتوا درستوها. فدي الرسومات اللي كلنا دلوقتي شايفينها وتحولت حقيقة. فمين اللي عمل على المشروع ده؟ هي مؤسسة الأغاخان، بدأ اهي كل حاجة، تصميمات المطعم، كل ال زي ما احنا شايفين الواجهات بتاعت مطعم القبة، كافيتيريا وهكذا. بعد كده بدأ يدخلوا على الترميم بقى بتاع الدرب الأحمر نفسه، تعريف عنه، وبدأوا يشوفوا ايه المشاكل اللي موجودة فيه، اخبار الناس عاملة ايه، الوعي الثقافي عامل ازاي، وبدأوا يحددوا كل المباني المعمارية اللي موجودة ناقصها ايه، محتاجة ترميم عامل ازاي. بدأوا يعملوا حصر لكل الحاجات دي، زي ما شايفين ده بيت اسلامي، ولكن في حالة مأساوية، متجمع كله فيه قمامة، المشربيات بتاعته كلها متكسرة، وشبه ان هو عنده مشكلة كمان انشائية، تحس ان المبنى فيه ميول. فبدأوا ان هما يشتغلوا على الحاجات دي كلها، يعملوا دراسات ويحددوا كل حاجة هنعمل فيها ايه. انا مش عارفة الواجهة هنا محتاجة حماية، تركيب شرائح ايه، اعدادات القياس مش عارفة ايه، هنشيل ايه، هنعمل ايه. وبدأوا بالفعل في الشغل على المجتمع. احد الفقرات في البرنامج ان بيعملوا دورات توعية وبيشتغلوا على الناس، يبدأوا يوعوهم ويدولهم فكرة، بصوا جايبين ماكيت اهو للشغل، وجايبين الناس البسيطة خالص، وبيعرفوهم على تعالوا بصوا كده لو عملنا زوم مكتوب ايه، مناقشات يشترك فيها المواطنون مع اصحاب الحوانيت اللي هي المحلات يعني، امام نموذج لسوق خضروات التبليطة. بدأوا عملوا ماكيت لسوق هيعملوه هناك، وبدأ اصحاب المحلات يشركوهم معاهم قبل التنفيذ، بحيث ان هم يبقى عندهم نوع من انواع الانتماء، وان هم يبدأ ان يحسوا اه الله ده هيتعمل، ده احنا طبعا عايزين محل فيه، يبدأ يحسوا ان بالامل كده، يحسوا ان في حاجة حلوة هتتعمل، يبقوا شايفين الصورة الكاملة، ما يبقاش قوي في فكرة الاجبار ان هم اطلع من محلك خد المحل ده، هما مش بيبقوا فاهمين الصورة كاملة. لا، هنا بدأ العمل على توعية الناس وتعريفهم. الصورة اللي تحت، نساء الدرب الأحمر يجتمعن في فناء مكتب تنمية المجتمع لتدوين ملاحظات أثناء محاضرة حولين الرعاية الصحية. بدأ يدوهم محاضرات ويعملوا توعية للناس البسيطة جدا، ان هو هم عملوا هناك مكتب الدرب الأحمر لتنمية المجتمع، هم عملوا مكتب مخصوص للعمل على المجتمع. تمام، فاحنا شفنا الجانب العمراني، شفنا الجانب الخاص بالجزء الحاجات التراثية وترميمها، وشفنا الجانب الاجتماعي. وبعد كده بيتكلموا بقى عن سور الأيوبيين، وازاي بدأوا زي ما احنا شايفين السور مختفي تقريبا وسط الأنقاض ووسط المباني اللي مبنية. فبدأوا يشتغلوا عليه ان هم يظهروه ويرمموه، والسور يبدأ يتوجد زي ما احنا شايفين كده. ده كان جزء متاكل، بدأوا يعملوا جزء تدخل يكملوا، احنا خدنا طبعا انماط التدخل، بدأوا يكملوا الجزء اللي باين. وزي ما قلنا مبينين الفرق ما بين الجديد والقديم، ده مهم جدا في حالات الاستكمال. وهكذا الكتيب كله بيتكلم عن نشاط المنظمة في الدرب الأحمر. تمام، نرجع بقى للمحاضرة بتاعتنا. فده كان أهداف المنظمة، بتبدأ تعمل الكلام ده زي ما قلنا، يبقى هي أهدافها الترميم، بيعملوا دورات تدريبية للمحليين، الناس اللي ساكنة في المكان، يبدأوا يرمموا المناطق. عاملين برامج بقى داخلية جوه البرنامج الأساسي، عاملين جائزة الأغاخان الدولية للعمارة. ولو تفتكروا كان في اتنين من زمايلكو، مش فاكر اسمه، حاجة ربيع وحد تاني كده، كانوا أخدوا كسبوا، عملوا مشروع مع بعض وأخدوا كسبوا فعلا في جائزة الأغاخان في سنة من السنين. وطبعا دي حاجة جميلة جدا، ان
طلبة لسه متخرجة أو بتبدأ تشتغل مشروع بفكر وبفكر بقى معاصر وشايفين الدنيا ازاي ويكسبوا جايزة كبيرة زي دي. طبعا دي كانت حاجة حلوة جدا. وعندنا برنامج التربية والثقافة وبرنامج المدن التاريخية، ده مثلا المشروعات الفايزة في جايزة الأخوان العمارة: مسجد بيت الرؤوف، في مركز الصداقة، في جسر الطبيعة، مشروع حديقة سوبر كيلن في الدنمارك. فمجموعة من المشروعات طبعا اللي يدخل عندهم بقى يبدأ يشوف الأنشطة، زي ما قلنا أي منظمة منهم نقدر ندخل على النت نشوف أنشطتها، نشوف الموقع بتاعهم نفسه ونتعرف أكتر على الأنشطة. طيب كده خلصنا مؤسسة الأغاخان. هي الحقيقة كانت مؤسسة بالأهمية إن احنا لازم نتكلم عنها شوية ونسرد عنها شوية معلومات. بعد كده عندنا منظمة العواصم والمدن الإسلامية OICC، دي معمولة سنة 1980، Organization of Islamic Capitals and Cities، اسمها منظمة العواصم والمدن الإسلامية. هي منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، تابعة لمؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي، يعني هي تنتمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي. مين بيبقى معاه فيها، بيدخلوا الأعضاء اللي فيها بيبقوا مين؟ العواصم في الأقطار الإسلامية، يعني العاصمة دايما بتاعت البلاد الإسلامية، يعني مصر ممكن تدخل فيها أو القاهرة كعاصمة لمصر، وهكذا. كل بلد إسلامي بيبدأ العواصم بتاعتها تشترك. طب هل العواصم فقط؟ لا، ممكن برضو بعض المدن الإسلامية ممكن تشترك فيها. مقرها ايه؟ مقرها مكة، وزي ما احنا شايفين هي اصلا اللوجو بتاعها هنلاقي برضو عليه الكعبة، هي نفس الفكرة برضو زي الاساسكو، كان هلال كرة ارضية وهلال والكعبة، هنا هي دايرة خضراء جواها الكرة الأرضية وهلال والكعبة والقرآن فوق. فهي مقرها مكة. كم عاصمة ومدينة مشتركة فيها؟ 141 عاصمة. تمام، دول العاملين فيها، يعني دول يبدأوا يشتغلوا في الأنشطة بتاعتها. وفي 8 مدن وظيفتهم رقابية، بتبدأ أعضاء مراقبة بتراقب حركة سير ونشاطات المنظمة. طيب إيه أهداف المنظمة؟ المنظمة ليها مجموعة من الأهداف: توثيق عرى المودة والإخاء بين العواصم والمدن الأعضاء، يبدأ يبقى فيه نوع من أنواع التواصل والأفاعليات المشتركة اللي تبدأ تجمع المدن والعواصم دي. الحفاظ على هوية وتراث العواصم والمدن، تاني فكرة الهوية الإسلامية مهمة جدا زي ما احنا عارفين، لأن في اكتساح لثقافات مختلفة داخلة علينا، فإذا ما كانش في مجال لحاجة تقول لنا لأ دي هويتكو ودي ثقافتكو ابدأوا حافظوا عليها، بيبدأ ممكن بالذات الشباب اللي هم لسه بقى في سن الشباب ده ينجرفوا ورا الحاجات دي وبيظنوا ان هم دي الهوية بتاعتهم. فمن أهدافها الحفاظ على هوية وتراث العواصم والمدن، دعم وتنسيق وتوسيع نطاق التعاون بين العواصم والمدن الأعضاء، يبدأ المدن كلها يبقى فيه تنسيق للأعمال ما بينهم. العمل على إيجاد وتطوير معايير وأنظمة ومخططات حضرية بتخدم نمو وازدهار العواصم والمدن الأعضاء، وبكده بترتقي بواقعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والعمراني. زي ما احنا قلنا قبل كده التنمية الشاملة اللي مش بس بنمي عمراني، انا بشتغل على العمراني، بشتغل على المجتمع، بشتغل على الجانب البيئي طبعا، الجانب الثقافي والجانب الاقتصادي. فهي بتشتغل على فكرة التنمية الشاملة للمدن والعواصم المشتركة في المنظمة. العمل على الارتقاء بمستويات التنمية والخدمات والمرافق في العواصم والمدن، التركيز برضو على جزء الخدمات. تعزيز وتطوير برامج بناء القدرات للعواصم والمدن الأعضاء، يبقى هي
بتحافظ على المودة والإخاء، بيبقى في نطاق للتعاون ما بين الدول، بنحافظ على الهوية في الدول المشتركة، بيبقى في معايير نشتغل على أساسها، بيبدأ العمل على الارتقاء الشامل للمدن الموجودة، العمل على الارتقاء بالخدمات والمرافق، وأخيرا تطوير برامج لبناء القدرات. يعني احنا مش بس بيبقى الناس اللي موجودة، لا بنبدأ نوجد قدرات أو أشخاص مدربة تشتغل وتحقق أهداف المنظمة في كل مدينة وكل عاصمة مشتركة في المنظمة. الأنشطة أو الأهداف دايما بتترجم لأنشطة. لو حد عنده هدف وما بيشتغلش على تحقيقه، خلاص هي مجرد حلم، لكن عشان الهدف اللي عندي يتحقق ده لازم يترجم لمجموعة من النشاطات. فإيه هي أنشطة المنظمة؟ عقد ندوات، بنبدأ يبقى فيه ندوات ومؤتمرات. دايما هتلاقوا الندوات والمؤتمرات حاجة مشتركة في معظم المنظمات. ليه؟ لأن دي وسيلة راقية، بيبدأ الناس تتجمع، بنعرض أحدث الأبحاث أو أحدث التقنيات أو أيا كان إيه نوع المعلومات اللي بتتعرض، بيبدأ إن دي بتبقى أفضل طريقة. يا جماعة في مؤتمر معين، المؤتمر ده اللي عنده أبحاث جديدة تخص مجال الحفاظ يبدأ لو سمحتم إحنا بندعوه لنشر البحث بتاعه، وبيجي ويناقش البحث في المؤتمر بحضور ممثلين بقى عن المدن المشتركة. فبيبقى الهدف هو إيجاد حلول للمشكلات الموجودة وطرح الموضوعات ذات الأولوية، وكل ما هو جديد في المجال بيبدأ يطرح في المؤتمرات. طيب بيدي جوائز لتشجيع المتخصصين، فيبدأ الحافز أو العامل على الدعم للمتخصصين في مجالات العمارة والعمران، يبدأ يبقى فيه تشجيع من خلال جوائز. المعلومات مش بس المؤتمرات، مش كل الناس تقدر تشارك في المؤتمرات أو تحضر المؤتمرات، لازم برضو يبقى فيه حاجة موجودة نقدر نمسكها ونقراها، هي مجلة العواصم والمدن الإسلامية، دي من أنشطتها. تمويل مشروعات الخدمات البلدية والبيئية والبحوث والتدريب والحماية. فكرة التمويل، يعني في كتير من المنظمات بيبقى ليها من القوة ان هي تقدر بالفعل تمول مشروعات مهمة جدا، زي ما قلنا اليونسكو بتيجي تعمل مشروعات مهمة في مصر، زي ما قلنا مؤسسة الأغا خان، شفنا الحجم وضخامة مشروع زي حديقة الأزهر بكل تفاصيله، من أول إزاي الأرض اتحولت بالشكل ده بالكونتورز دي، لحد إحنا كان عندنا دكتور عندنا في الكلية، كان دكتور مدني، بيقول هو كان من ضمن الناس اللي مشاركة في الشغل في حديقة الأزهر، بيقول لك كان بالشجرة، الشجرة الواحدة بتحدد إحداثياتها هتتحط فين ونوعها إيه. فالموضوع كان ضخم جدا وتمويل كبير جدا عشان حديقة الأزهر تطلع بالشكل اللي هي فيه ده دلوقتي. فالتمويل من الحاجات المهمة جدا للمنظمات. تبادل الزيارات والبحوث والدراسات والخبرات بين المدن والعواصم، ودي مهمة جدا جدا جدا، دايما زي فكرة على مصغر يعني نقابة المهندسين، فتلاقي كل ما يخص المهندسين تعرفهم من خلال النقابة، يبقى في ملتقى للمهندسين في النقابة، أي أمر مهم يخص المهندسين يتناقش في النقابة. فنفس الفكرة إن شاء الله تخلصوا كده سنة خمسة وتشتركوا في النقابة، فهتحسوا بالإحساس ده قوي إن كل المهندسين متجمعين مع بعض في مكان واحد. نفس الفكرة، بيبدأ الدول كلها المتجمعة يبقى في تبادل وتسهيلات للتبادل في الأبحاث والدراسات والخبرات. بيبدأ يبقى في مؤتمرات ومعارض فنية، بيبدأ يبقى فيه زي ما قلنا قاعدة معلومات لخدمة العواصم والمدن الأعضاء، قاعدة معلومات زي ما قلنا من الأبحاث اللي بتتقدم في المؤتمرات، المجلات اللي بتصدرها
منظمة، تبادل بقى الأبحاث اللي بيبدأ الدارسين المشتركين يقدموها تتوجد في قاعدة بيانات المنظمة، فده طبعا بيسهل جدا وبيعزز فكرة التبادل المعلومات وحداثة المعلومات، يبقى المعلومات up to date، يعني اللي هي الباحثين بيدرسوا في ايه دايما. ما ينفعش انت تنشر بحث في مجلة غير ما يكون بحث اولا جديد ما تمش تناوله قبل كده، ثانيا ان هو بيبقى فيه افادة، لازم يبقى فيه معلومة جديدة، فمعلومة جديدة ما اتقالتش قبل كده، ومعلومة جديدة من حيث ان هي بتواكب الوقت اللي احنا فيه، فلازم الحاجتين دول متوفرين. فلما بيتعمل مؤتمرات ويتعمل فيها الابحاث دي، ده بيعزز قوي فكرة ان احنا دايما نطلع على كل ما هو جديد. بعد كده منظمة المدن العربية الـ ATO Arab Towns Organization، دي منظمة إقليمية عربية ملهاش طابع سياسي أو عقائدي، هي متخصصة في شؤون المدن والبلديات، موجودة في الكويت. أي مدن عربية عايزة تشترك من حقها إن هي تشترك، وبيبقى فيها نوعين من الأعضاء، الأعضاء العاملين اللي هم منضمين لعضوية المنظمة، والأعضاء المشاركة، أي مؤسسة تحب تشارك ليها علاقة في أنشطة ليها علاقة بالمنظمة دي اسمها الأعضاء المشاركين، والأفراد اللي هم بيشتغلوا في المنظمة ومهتمين بأنشطتها. أهداف المنظمة: الحفاظ تاني على الهوية، تنمية وتحديث المؤسسات البلدية في المدن العربية، من تحسين الخدمات والمرافق، التعاون ما بين المدن والأعضاء. تلاقوا دايما الأهداف متشابهة، الذكي اللي يقدر يعرف ايه الأهداف المتشابهة اللي ممكن تتحط في كل منظمة، وايه الأهداف أو الأنشطة، يعني سواء على مستوى الأهداف أو الأنشطة، ايه الحاجة اللي بتميز كل منظمة اللي ما ينفعش لما أجي أسألك عنها ما تقوليش النقطة دي. لكن التعاون والمؤتمرات والحفاظ على الهوية، بالذات في جزء المنظمات العربية هتلاقي الحفاظ على الهوية، التعاون بين المدن الأعضاء، نشر الثقافة، هتلاقي دايما حاجات متكررة. برضو معاونة المدن الأعضاء على تحقيق المشروعات الإنمائية من خلال طبعا القروض والدعم المادي، التمويل، التعاون مع المدن الأعضاء في دراسة وتخطيط وتنسيق نشاطاتها وخدماتها المختلفة، تبادل الخبرات والتجارب، العمل على تطوير وتوحيد النظم والتشريعات البلدية بما يتفق متطلبات تطوير المدينة العربية، يبقى فيه نظم وتشريعات موحدة بتبدأ الدول تمشي عليها، ده بيخلي من الأسهل إن احنا ننظم الموضوع، ننظم التشريعات، نقدر نقيس مقارنات ما بين المدن، مين طبق أحسن، مين أفضل في النقطة دي وهكذا، فده بيساعد على تحقيق أهداف المنظمة. دي كده الخمس منظمات اللي أخدناهم النهاردة. احنا اتكلمنا كتير، حاولنا نوضح كل نقطة، بس في الآخر زي ما قلنا هي بتبقى حاجات مميزة خاصة بكل منظمة، كلهم شبه ان هما متشابهين منهم، يعني كل واحد ليه متخصص في حتة او ان هو مندرج تحت حاجة تانية اكبر تختلف، يعني واحدة ان هي الاليسكو تحس ان هي شوية تابعة لليونسكو، عندنا الحاجات التابعة لجامعة الدول العربية. ده اللي احنا عايزين نعرفه. يعني الاليسكو تابعة لجامعة الدول العربية بس هي نفس فكر اليونسكو، وهكذا الاسيسكو برضو احد منظمات جامعة الدول العربية، في بعد كده منظمات بتبقى مستقلة على حسب بقى كل منظمة قوتها وفعاليتها ونشاطها في تحقيق اهدافها، بيبدأ يبقى في منظمات اقوى من منظمات، منظمات وصلت لاذهاننا ووصلت لنا بمشروع او اتنين فسمعنا عنها، ومنظمات بعيدة شوية بس بنعرفها بما انها منظمة مهتمة بالتراث.
كده خلصت المحاضرة التامنة، المحاضرة اللي بتتكلم عن المنظمات. كده احنا خلصنا موضوع المنظمات المهتمة بالتراث، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة الجاية. شكراً.